الإعلان عن نتائج القبول المركزي في الجامعات الحكومية العراقية للعام الدراسي 2024 و2025. الخبر الأبرز الذي تصدر اليوم المواقع الإلكترونية ومنصات التواصل الاجتماعي أثار بذلك ردود أفعال كثيرة بين الطلبة وأولياء الأمور والمدونين. فخلال مؤتمر صحفي لوزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور نعيم العبودي أعلن عن قبول 152782 طالبا في الجامعات الحكومية. ففي المجموعة الطبية كانت الحدود الدنيا للقبول لهذا العام استقرت في الطب العام عند معدل 99.14، أما معدل طب الأسنان بلغ 98.29، أما الصيدلة فبلغ معدلها 98.4. فيما لم تقل معدلات الحدود الدنيا للقبول في التمريض عن 89.57، ومتوسط الحدود الدنيا في الهندسة 84.41. نحن اليوم نعلن إحدى نتائج محطات التميز في الأداء المؤسسي لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، وهي نتائج القبول المركزي في الجامعات العراقية للعام 2024-2025. لقد حققت قنوات القبول المركزي كافة قبول 152782 طالبا على مستوى القناة العامة والقبول المباشر وفئة ذوي الشهداء والنخبة، فضلا عن 11 قناة أخرى لقبول الفئات المتنوعة التي منها الطلبة الموهوبون. وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور نعيم العبودي وجه الجامعات ببدء إجراءات تسجيل الطلبة واعتماد بيانات نتائج القبول المركزي، مؤكدا على استحداث أكثر من 100 تشكيل جامعي وتخصصات جديدة في المجالات الطبية والهندسية والتقنية والعلوم الصرفة والزراعية والاقتصادية والعلوم الإنسانية والاجتماعية.